مش عارف يا احمد هنعمل ايه واحنا كمان ما ذكرناش، بس انا بحاول اشوف اي فكره كده. شايف اللي هناك ده؟ الواد ده شاطر جدا، علشان كده انا بقول لك عليه. الواد ده احنا بنعلم عليه طول عمرنا ومتضايق مننا، هنبدا بقى نصالحه ونضمه لشلتنا ونحطه تحت جناحنا، وبعد كده بقى هيغششنا براحتنا في الامتحانات، وبعد لما ننجح يا زميلي نعلم عليه تاني ونلطشه من جديد. يا نهار ابيض، دول جايين عليا هيضربوني. يا رب لا يا رب لا. والله هو هناك اهو، تعالى تعالى نروح له. يلا يلا تعالى. يا رب جايين عليا جايين عليا. هو ده بيجري، يلا اجري اجري عشان نلحقه. يلا يلا تعالى تعالى. ما هو ده ما تضربونيش ما تضربونيش. لا خد يا ابني خد يا ابني، مش هنضربك. اجري يا احمد يلا اجري. ايه يا عم انتوا ازاي جيتوا هنا؟ يا ابني اهدى يا ابني افهم، احنا عايزين منك ايه بس؟ ايه يا عم، انا عارف انتوا عايزيني في ايه؟ انتوا عايزين تضربوني زي كل مره علشان انا ماليش صحاب ولا ليا شله في المدرسه دي. لا يا ابني ما تقلقش يا ابني، مش هنضربك زي كل مره، ده احنا عايزينك تكون رئيس الشله بتاعتنا. رئيس الشله بتاعتكم؟ وايه التغيير المفاجئ ده؟ ده انتوا كل مره بتضربوني قبل الامتحان عشان اغششكم. ما هو احنا شفناك انت اذكى واحد فينا، والشله محتاجه واحد ذكي كده علشان يديرها وينظمها. ياه، يعني انا هبقى رئيس الشله بتاعتكو؟ ايوه يا ابني، عايزينك تكون رئيس الشله بتاعتنا، بس بما انك بقى انت اشطر واحد فينا، عايزين كل اعضاء الشله بتاعتنا ينجحوا عشان الشله التانيه ما تاكلش وشنا بقى. ماشي يا صاحبي انت وهو، ما تقلقوش، يلا بينا بقى على الامتحان، وانا هغشش كل الشله بتاعتنا في الامتحان. يلا بينا. ماشي يلا بينا. يلا هو بقى يا شله، انا غششتكم النهارده وان شاء الله هتنجحوا كلكم. ربنا يخليك لينا يا رئيس الشله، باذن الله بقى امتحان بكره تظبطنا فيه. ماشي ما تقلقوش، علشان الشله التانيه مش تاكل وشنا واحنا نكون الاعلى منهم باذن الله. يلا بقى نتلاقي في الامتحان بكره. يلا مع السلامه. يلا يلا احنا هنسيب رئيس الشله كده مش هنضربه؟ لا يا ابني عيب عليك، ده انا عايزه بس يخلص الامتحانات واحنا نجيب درجات عاليه، وبعد كده هندف عليه ونضربه كل يوم زي ما كنا بنعمل قبل كده. اهو يا شله، انا حليت امتحان تاني يوم وغششتكم كلكم، بقى امتحان واحد بس ونخلص خالص كده. الله ينور عليك، انت فعلا تستحق تكون رئيس الشله. تسلم، بكره بقى ان شاء الله هغششكم الامتحان الاخير. ما تنساناش بقى. ماشي يلا سلام. يلا مع السلامه. ايه يا صياد، احنا عندنا صابرين كده؟ لا لا، ده باقي ماده واحده بس هنروح نمتحنها بكره معاه، وبعد كده هنعلم عليه ونجيب عليه الجديد والقديم ونرجعه زي ما كان، ومش هيبقى رئيس الشله تاني. ماشي يلا بينا. وبكده يا شلة نكون خلصنا امتحانات خالص السنة دي الحمد لله. بصوا بقى، بما اني رئيس الشلة هنذاكر في الاجازة علشان ننجح بإذن الله السنة الجاية. انت يا ابني صدقت نفسك يا ابني رئيس الشلة، ولا انت مجنون يلا ولا اهبل ولا طارت منك؟ وايه ده؟ يا صياد بعد كده انسى بقى.